لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديد الرياضية المغربية أولاً بأول. أسدل الستار على النسخة 9 من الدوري الرمضاني المنظم من طرف المكتب الجهوي لنادي القضاة بالرباط، حيث توج باللقب فريق أساتذة كلية الحقوق السويسي بعد فوزه في المباراة النهائية التي جرت بملعب ستاد المغربي على نظيره المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الأبيض. نحن سعداء اليوم جدا بهذه المشاركة أولا وبالتتويج بالدوري الرمضاني الذي نظمه نادي قضاة المغرب، وفي الحقيقة كانت منافسة جد شريفة وشرسة في نفس الوقت، وفي الحقيقة نحن سعداء جدا بهالتتويج اللي كان كيف ما شفتوا بضربات الجزاء اللي كانت طوال المباراة، كانت منافسة جد قوية. ما تأتشنا الفوز باللقب، هي في الحقيقة هي مشاركة رمزية، الفائز فيها هو كرة القدم، الفائز فيها هو روح رياضية، الفائز فيها هو التواصل والتأخي في هذا الشهر الكريم بين زملاء قضاة في هذا اليوم المبارك. حقيقة ما تأتشنا الفوز، ولكن رافزنا زملاء وأصدقاء. هذا الدوري الذي دأبت الأسرة القضائية على تنظيمه كل رمضان تنافس فيه العديد من الفرق التي تمثل كل المؤسسات المتعلقة بالقضاء والقانون، وذلك على مدى 16 يوما. المستجد في الدوري هذه السنة هو أن القضاة انفتحوا على مؤسسات أخرى، وهي مؤسسات دستورية وهيئات للحكامة كالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كذلك مؤسسة الوسيط. كما انفتح القضاة هذه السنة على الأساتذة الجامعيين الممثلين من طرف كلية الحقوق بالسويسي، والذين أبانوا كذلك على مستوى عالي في الممارسة الرياضية. الهدف والغاية من تنظيم هذا الدوري هو ترسيخ الثقافة الرياضية والتشجيع على الممارسة الرياضية خلال طيلة السنة. كانوا الفرق مزيانين الحمد لله، ما كانتش الإصابات، ما كانوش الإصابات بزاف، والتقنية كانت مزيانة الحمد لله، أعطت واحد الشحنة، وإن شاء الله كنتمنى إن شاء الله العام الجاي إن شاء الله باش يزيدوا الفروق يكونوا بكثرة إن شاء الله، ما يكونش 8 ديال الفروق. وقبل رفع ستار المباراة النهائية جرت مباراة الترتيب، تمكن خلالها فريق مؤسسة وسيط المملكة من احتلال المركز الثالث بعد انتصاره بركلات الترجيح على ائتلاف المحكمة الابتدائية مارة واستئنافية الرباط. Thank you.